السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في شرح جديد ومراجعة جديدة. فاليوم سوف نقوم بمراجعة حافلة سكاني تورينج مع بعض التصاميم. صممت لهذه الحافلة أكثر من 16 تصميم. 11 أبريل 2020 سوف نعمل الشرح على حافلة السكانيا تورينج مع بعض التصاميم عربية ومغربية وأجنبية أيضا. قم بفك الضغط على كينات الغزلة في بيجيت سيبراتور سيتيام بيجيت الفيرسون الثانية. سوف نقوم بضغطها هنا في سطح المكتب ونقوم بحذف هذا ونقوم بإضافة هاي المودات إلى مجلد اليورو تراك. كما ترون يورو تراك المودات، وتقوم بإضافة المود الحافلة والسكينات. نذهب إلى مود مانجر ونقوم بإضافة التورينج الباص. ها هو الباص، نقوم بإضافته. قم بإضافة أيضا السكينات. الآن نقوم بالذهاب لشراء حافلة السكانيا تورينج. نقوم بالضغط هنا، والآن نقوم بشراء الحافلة ونقوم بالتعديل عليها هنا أولا. وهنا كما ترون هنا السكينات صممتها بنفسي. هنا أكثر من سكينات موجودة هنا. إيميكا ترانس فليكس باس، فليكس باكس آخر، كيربتين، تصميم فرنساوي مغربي، تصميم بولندي، بولندي مغربي، تصميم أردني مغربي، أردني مغربي، 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 فرنسي، بولندا، فرنسا، بولندا، 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 بولندا. هاي الحافلات أو هاي التصميمات اللي صممتها، هاي التصميمات كلها صممتها وصممتها من الصفر. صممت هذا اللوجو من الصفر، وهذه الكتابة من الصفر، وهذا الشعار هاي الشركة صممته من الصفر، وهذا الشركة المغربية صممتها من الصفر. سوف أقوم باختيار هذا التصميم. نقوم بالتعديل على الموتور، هكذا أحسن. شراء، والآن كما تشاهدون معي الآن هي حافلة السكاني تورينج، فجميلة جدا. وهذا المصمم محمد حسني صممها جيدا، وسوف نعمل الكاميرا الحرة كما ترون. فقام بالتعديل عليها وقام بتطويرها وقام بالتطوير أيضا صوت الحافلة، وقام بالتعديل على كل شيء، على الانتريول، على داخل الكابين بتاعت الحافلة. تم التعديل على الكاميرا، على كل شيء. أصبحت الحافلة جميلة جدا. فأتمنى يعجبكم أيضا التصميمات التي صممت عليها في سنة 2018. صممت هذا التصميم وصممت كثير من التصاميم، وإن شاء الله تعجبكم. سوف أرجع وأقوم بالتصميم عليها تصميمات أخرى عربية ومغربية. ف هاي الحافلة موجودة في بولونيا أو بولندا، وإن شاء الله أتمنى يعجبكم. المهم سوف نرجع موضوعنا، موضوعنا هو مراجعة الحافلة. فحافلة كما تسمعون معي الآن، سوف نرجع إلى الوراء
سوف نعمل يعني رحلة صغيرة. نحن الآن في محطة في ال تدري ما هي الشيء. نحن الآن في محطة يعني في دولة رومانيا. الكاميرا جميلة جدا، سوف نذهب على بركة الله. نرى، ما في واحد جاي، ما في أحد جاي. اذهب. والحفلة يعني جميلة جدا، سوف نعمل هنا. مشكلة هذه الحافلة يعني لم يقم بتطوير الزجاجات التي ترى يعني وراء يعني الحافلة. يعني إذا جلست يعني في المكان السائق يعني ترى أنك يعني ترى يعني وراء الحافلة، ويعني هذا الزجاج يعني غير شغال في الكاميرا يعني ثلاثة. فعليه أن يقوم بالتطوير، وإن شاء الله في يوم من المستقبل عليه أن يقوم بعمل له يعني التطوير. وهنا يعني يعني افتخرنا بهذا الشخص اللي صمم أو قام بإعادة ترقية هذه الحافلة. يعني أوجه له التحية. بعض الشباب سوف يقولني يعني ما هذه الطريق؟ فهذه الطريق يعني في رومانيا، يعني الخريطة الجديدة التي قامت بإضافة يعني شركة لعبة اليورو تراك الأمريكان تراك. الحافلة جميلة جدا، عليكم أن تقوم بتجربتها. وسوف أقوم بعمل لكم يعني السكينات، يعني أي سكين تطلبونه، يعني أي دولة، يعني من أي مكان، فمرحبا. فقط قوموا بدعمي ودعم القناة، وإن شاء الله يعني سوف يكون هناك يعني مودات عربية ومودات أجنبية ومغربية وإلى آخره. هنا يكون بعض الاضطرابات في الـ FPS، ضرب FPS. هذا بسبب الجرافيك، لأنه اللي عنده الجرافيك يعني قليلة شوية سوف يعاني. يعني مثلي، وحتى ولو يعني كانت عندك 2 جيجا بايت يعني سوف تجد مشاكل كثيرة في الجرافيك. نركن الحافلة وإن شاء الله تعجبكم، ويعجبكم أيضا يعني التصميمات الموجودة في الحافلة. ولا تنسوا الاشتراك في القناة، ومرحبا بكم.